من الآن فصاعدا، هناك شيء واحد مهم بالنسبة لبهار، أن يكون مع ابنته. لهذا السبب ذهب إلى إفسون، حتى أنه قبل هذا، لكنه لا يعلم أنه يقضي يومه الأخير مع نوران. عندما يستيقظ في الصباح، نوران ليست معه ولا أفسون. انطلقت إفسون ونوران على متن القارب الذي سيقلهما إلى رومانيا، وهم الآن على طريق اللاعودة. بهار ينهار من اليأس. بمجرد أن علم أتيش بالقضية، قام على الفور بإبلاغ المدعي العام مراد بها. فرق خفر السواحل في حالة تأهب، تبدأ مطاردة مثيرة، لكن الأخبار غير المتوقعة تتسبب في تغيير مسار الأحداث، لأن الأمل الذي يخلقه طفل واحد يكفي لتغيير كل شيء. يجتمع نوران وإفسون مجدداً حتى ولو لفترة من الوقت، ولكن هناك حالة وجوب انفصالهما، لأنه الطرف الصحيح في قضيتي أتيش وبهار. والآن بدأ العد التنازلي، ستكون إفسون من نوران إلى الأبد، وإفسون كالعادة تلجأ إلى الأكاذيب مرة أخرى، ويفكر في السفر إلى الخارج، وهو يعلم أن ذلك سيضع بهار في وضع سيء للغاية. هوليا ليس لديها أحد ولا تعرف ماذا تفعل، ملجأه الوحيد هو ابنه، لكن الذهاب إلى هذا الحي الفقير سيؤدي إلى إعادة فتح جميع الكتب القديمة. كل الوقت الذي يقضونه مع السلطان سيكون بمثابة معاناة لهوليا. يعلم محمد أمير أنه لن يتمكن من الخروج من المستنقع الذي دخل إليه، وأتساءل هل الموت هو الخلاص بالنسبة له؟ الجميع يفقد شيئاً، لكن الإنسان لا ينهار عندما يخسر، بل ينهار عندما يستسلم. إفسون لديه هدفين من الآن فصاعداً، بادئ ذي بدء يريد استعادة نوران، ثم للانتقام من خلال الظهور أمام عائلة أتهان. يتلقى الدعم من شخصين غير متوقعين في قضيته، يتم إجراء تعاونات جديدة. هل سيوافق بهار وأتيس على المشاركة في الأكاذيب التي ترويها هوليا؟ حتى تلك اللحظة لم يقضوا سوى بعض الوقت مع أطفالهم ويحاولون إقناع نوران بقبولهم. من الآن فصاعداً، حان الوقت لنكشف أمام القانون أن نوران هي ابنتهما الحقيقية. عندما تتصل إفسون وأردى بنوران أخيراً، سيجدان نفسيهما في مفاجأة سيئة. نوران تظهر موقفاً تجاه كليهما. إفسون تشعر بحزن شديد، يصب غضبه على هوليا التي يراها السبب في كل هذا. في البداية، سوف يجعل هوليا تغادر القصر، وبعد ذلك سوف يقطع الاتصال مع كل من سيحصل على المساعدة منه. بفضل المتعاونين الجدد، ستقطع هوليا الأمور مع كينان. إفسون لا تعرف بعد أنها وقعت في الفخ. فرق الشرطة التي استدعتها هوليا تفصل بين إفسون ونوران وتأخذ إفسون إلى مركز الشرطة. يتم وضع إفسون في الداخل حتى يوم ذهابها إلى المحكمة. لا يوجد شيء يستطيع أردى فعله ليكون مع زوجته. عندما تتم مقاضاة إفسون وسلطان وزهال بتهمة اختطاف الأطفال، يكرههم السجناء الآخرون بالداخل. أيام سيئة قادمة لجميع الثلاثة من الآن فصاعداً. بعد هذه الأحداث، أصبحت نوران طفلة انطوائية. يشعر أتيش وبهار بعدم كفاية كيفية التعامل مع بناتهما. حتى لو كانت في الداخل، فإن تأثير إفسون على نوران قوي جداً. يبدو أن إبقاء نوران بعيداً عن إفسون قدر الإمكان ومحاولة جعلها تنساه هو الطريقة الوحيدة أمام أتيس وبهار. إفسون على وشك خسارة هذه الحرب المستمرة منذ سنوات عديدة، مما يعني أن نوران قد أفلت من أيديهم. لقد تعرضت شركة إفسون لخسارتين مهمتين وعليها التعامل مع هذه المشكلة. نوران، التي تزداد حالتها سوءاً يوماً بعد يوم، ستكون الآن مع أتيش وبهار في القصر. الجميع يختبئون من إفسون. بمجرد دخول سلطان إلى السجن، يتعرض لهجوم من قبل أحد الأشخاص بالداخل بتوجيه من كينان. إفسون، أحد الكائنين المهمين في حياته، يهاجم عائلة أتهان مرة أخرى. سيطلب أولاً من هوليا تفسير ما حدث له.
ثنائي أتيش وبهار دائماً مع نوران. هدفهم الوحيد هو أن تتغلب نوران على مرضها وتتعرف على عائلتها الحقيقية. لكن نوران لا تتفاعل بالطريقة التي فكرت بها بعدما سمعته. ستحاول نوران كل ما في وسعها للوصول إلى إفسون التي تقبلها كأم لها. إفسون لا تدرك أنها ستؤذي نفسها مرة أخرى بدافع الانتقام. الضربات المتتالية التي تتلقاها إفسون تجعلها أكثر طموحاً. سيفعل كل ما في وسعه لمنع تسليم نوران إلى بهار. لكن يبدو أن الحياة لا تقف إلى جانبه. يبقون خارجاً. يتسبب تدهور حالة نوران في جعل إفسون وأردا عاجزين. يبدو أنه ليس عائلة أتهانا فقط، بل كل شخص في العالم يقاتل ضد نفسه. كانت إفسون عاجزة عن حماية ابنتها. بهار وأتيس يسرعان العملية القانونية. الشكوى التي قدموها إلى مكتب المدعي العام بدأت الآن على مدار الساعة نيابة عن إفسون وسلطان. الذهاب إلى السجن أمر شبه مؤكد. سلطان سيفعل أي شيء للدفاع عن إفسون. أولاً، يضع نصب عينيه الأموال التي في يد هوليا. وضع نوران يزداد سوءاً وهم بحاجة إلى المال. يتسبب هذا الموقف في جعل إفسون وأردا عاجزين. بهار وأتيس على وشك مواجهة دمارين عظيمين. ريحان في غرفة المعيشة بمنزل أتيس بجوار جثة أخيها. هوليا سوف تنتقم لابنتها بإخبار بهار وأتيس بكل الحقائق. بينما يعتقد إفسون وسلطان أنهما تمكنا من حماية سرهما وبدأً في الاسترخاء، فإن أكبر صفعة في حياتهما تهبط على وجهيهما. هذه المرة يواجه سلطان وهوليا ضغينة لا يمكن إيقافها. الشخص الوحيد الذي تستطيع هوليا أن تلجأ إليه طلباً للمساعدة هو كينان. تصبح الخطوط أكثر وضوحاً وتتعمق الأعمال العدائية. في وسط هذه الحرب تقف الطفلة البريئة نوران. بهار وإفسون كلتا الأمهات على استعداد للتضحية بحياتهن من أجل نوران. من المؤكد أن أتيش سينقذ ريحان من الوضع المضطرب الذي تعيش فيه. تكافح إفسون جنباً إلى جنب مع أردا ونوران لمواكبة الحياة في الأحياء الفقيرة. ومع ذلك، مع تزايد الأسئلة في ذهن بهار، أصبحت إفسون محاصرة أكثر فأكثر، غير قادرة على الحصول على إجابة مرضية لما سألته إفسون. تركز بهار هذه المرة على هوليا. إنه واثق من كشف الأشياء المخفية عنه ويذهب إلى أتيش طلباً للمساعدة. السلطان الذي لا يستطيع قبول